بدوس فرامل عشان كان الاتوبيس 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 ايه يا عارف؟ يلا يلا ننزل المحطة الجاية جاهز نفسه ننزل المحطة الجاية جاهز نفسه أنا عايز أنزل المحطة الجاية بس مش عارف أعدي ما تنزل يا أخي أنت زي غيرك عامل لك إيه الله عامل لك كفران يا أخي عامل لك إيه النهارده حصه مطالعه انا هقعد مكاني هنا عايزكم تطلعوا كتب المطالعه وكل واحد يطالع في سره واللي هسمع صوته يطلع هطلع روح مفهوم بيتك يا مرسي صوتك على الرابع اكنك بتدرس لمدرستنا والمدارس اللي جنبنا خلاص يا سيدي اطمن حوقت الصوت عشان تستريح وبكره الصبح وانا جاي هدور لك في البيت على مخده وحاف زياده عشان تمدد رجليك براحتك مادي الدور معقول كده معقول كل 45 دقيقه تكلم 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 فصل فوق وفصل تحت مش فاهم انا مش فاهم ليه ما يمسكوش المدرس فصل واحد من اول النهار لاخره عشان يعرف ينام براحته احنا جايين المدرسه عشان ننام يا سيد امال جايين نلعب يا برودك يا اخي في اولاد جايين يتعلموا احنا رفضنا نعلمهم قاسي مرسي هتعلمهم ازاي اذا كنت جاي المدرسه تنام جاي المدرسه انام هنعلمهم في بيوت دروس خصوصيه يعني امال فاكر ان انا ممكن اتكل على مرتب الوزاره ده مرتب الوزاره ده وحياتك يا مرسي يا اخويا ما بيكفيني يوم واحد شبراء طب والاولاد واهاليهم ذنبهم ايه وانت فاكر ان انا بذبحهم لا ده انا ارخص مدرس خصوصي في المنطقه طب تفتكر انا بدي الحصه بكام بكام 199 قرش ومدتها ساعه كامله ويا دوب 10 12 تلميذ كلهم مع بعض وغايته 5 ساعات في اليوم لا ده انت تعبان بشكل المصيبه بقى انهم فاكرين يا ما هنا يا ما هناك بقى بتكسب 120 جنيه في اليوم ومش عايز الناس تتكلم سبحان الله في امرك يا اخي طب ما الدكتور بيكسب 200 300 جنيه في اليوم هو بتاع جامعة وأنا بتاع جامعة
لا يعني بقى المسألة أهل وزمالك بقى. التدريس رسالة ثقافية. طب ما هو الفن رسالة فنية، والطب رسالة طبية، والسمكري والميكانيكي رسالة تصليحية، وكله بيقول يلا نفسي. هديك أنت فيها بقى بتعمل لي بتاع بقى. يا ابني الواحد لازم يكون عنده ضمير. ماشي حاجة. بس ما يجراش يعني إن الواحد يعمل شوية تنازلات والمركب تمشي ونبقى آخر تمام. علي النعمة، أبويا لو سمعك بتقول الكلام ده لبعتك القرافة بتاكس على حسابه. والدك ده دقة قديمة، ما هوش عارف الدنيا ماشية ازاي دلوقتي. اللي اسمع كلام والدك ده مش هاكل غير فول مدمس. الله يخرب بيت الفول المدمس. بتدلس انت الفول المدمس ليه؟ السلام عليكم يا مروح. استنى استنى، أنا كمان خلصت جدول الحصص بتاعتي وهروح. استنى بقى عشان خاطرك هوصلك بعربيتي الجديدة. يخرب بيتك، أنت جبت عربية جديدة؟ ده غير التاكسي اللي شغال عليه المدام. مراتك شغال على تاكسي؟ اه ملك. اهلا اهلا يا مدير بيه. اهلا بيك على يا سيدي. متشكرين على ال على ايه يعني؟ ده اقل من الواجب. رايح فين يا مرسي؟ انا خلصت جدولي ومروح. مروح فين يا سي مرسي؟ استنى، احسن الاستاذ عوض غايب النهارده وعنده ثلاث حصص لازم تديهم بداله. يا حضره الناظم، من اول السنه نص المدرسين ما بيجوش، وانا اللي بدي حصصه لما الواحد اتهلى تدريس. اما مصيبه والله، انت كمان هتتدخل في المسائل التنظيميه بتاعت المدرسه يا مرسي؟ لا بس مش كل الشغل عليا، يعني يبقى حبه كده وحبه كده. الله، وبعدين يعني انا عندي دكتور دلوقتي لازم اروح. هو الدكتور هيطير؟ اتفضل يا بندي شوف شغلك وما تعطلنيش، ورايا تقارير سريه بكتبها عن المدرسين. طب اقول انا بقى السلام عليكم يا حضره الناظم. مع السلامه يا سعاده البيه، والف مبروك على السياره. الف مبروك والله، ده منوره امام المدرسه. يلا يا مرسي. الله يقطع مرسي وسنين مرسي. هو كده يا تشرب يا تقوم. مع السلامة. خلاص اقوم. أما غريبة أوي، الناس عايزة تقعد سفلقة. قول له لله يزنهم، الراجل يمكن يكون تعبان وجراح شوية. يا أستاذ مرسي، يا أستاذ مرسي، أنا ورايا مصاريف، ولو فتحت القهوة مجاني هتخرب بيتي ومش هقدر أعيش. قلم هتنقط بعض على الفلوس. يمكن هما اللي صح وأنا اللي غلط، ولا إيه الحكاية؟ مش فاهم. أبويا جاي دلوقتي يقول لك القناعة كنز ولا يفنى. الله، قاعد هنا يا مرسي واحنا مستنيينك في البيت. انا لسه يا دوب جاي يا بابا. وايه اللي اخرك لدلوقتي؟ خرجت من المدرسه رحت على الدكتور على طول زي ما قلت لي. خير؟ طمني، قال لك ايه؟ خد مني شويه دم وحاجات كده، وقال لي عدى عليه بعد ما يحللهم. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. طب يلا يلا قوم دلوقتي نروح عشان تلحق تاكل لك لقم. انا مش عايز مسامير تاني. اطمن يا سيدي، النهارده مفيش فول. امك عامله لك حله عدس، انما ايه والاختراع اللي اسمه لحمه وفراخ ناويين تقطعوه كتير. عيب يا مرسي، احنا قاعدين على القهوه. مش انت اللي بتنكشني يابا؟ طب يلا قوم. امال بلاش دلع، ما تنساش اولاد الجيران جايين لك النهارده عشان تديهم دروس التقويه زي العاده. خلاص بطلنا الدروس المجاني، بعد كده اللي عايز درس يدفع. الحصه ب 199 قرش. كلام ايه ده يا مرسي؟ عايز تتاجر في العلم يا ابني؟ هو كده، وفي المواسم والاعياد الرسميه حصه ضعف على طول. يا ابني دول اولاد جيرانك، والنبي وصى على سابع جار. وقتها ما كانش فيه سباك بياخد 5 جنيه كشف على الحنفيه، ولا مكواجي بياكل قميص بشلن، ولا واحد قهواجي بيبيع لك شويه ميه حمراء في كوبايه بسبع ساغ يقول لك عليهم ده شاي. زمان غير النهارده يابا. اياك اسمعك تقول كده تاني. النبي عليه الصلاه والسلام قال: الخير في وفي امتي الى يوم القيامه. وربنا سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني قدم المال على البنون يابا. وقال كمان: والباقيات الصالحات خير عند ربك. طب وفيها ايه لما يبقى المال والبنون والباقيات الصالحات دنيا واخره؟ استغفر الله العظيم. انت يا ابني عايز تعاند نصيبك ورزقك في الدنيا؟ ده القناعة كنز لا يفنى. وحياة النبي انا كنت عارف انك انت هتقولها. انا بصراحة مش عاجبني تفكيرك اليومين دول. يابا غتمة في الأمر إن أنا عايز أعيش زي بقية الناس ما عايشة. يا ابني ما إحنا عايشين زي أحسن ناس في الحتة. أنت مش شايف الحتة بتاعتنا بس، إنما أنا شايف حتة تانية كتير، حتة واسعة فيها عمارات وجناين، والعمارات فيها شقق واسعة، فيها حمامات، فيها بانيو ناس بتستحمى فيه، مش طشته صفيحة مية بتغلي، وبور جاز وكوز عمال تعبي وتطلع فوق، الواحد وسطه اتقطم من الكوز. بصراحة الكلام معاك بقى يغم.
انا ايه مروح، ولما يجي لك مزاجك يبقى حصلني. استغفر الله العظيم. لحقت تزعل وتحمرق يابا؟ يلا انا هقلف نفسي ليه؟ على راي الواد منير هعمل مصلح اجتماعي لوحدي؟ قال بقى انا مالي. على النعم انتوا عالم فقر، طول النهار نازلين شد في انفاس، لا انتوا حاسين بالعمر اللي بيعدي ولا هتبطروا الانفاس. لو سمحت، لو سمحت حضرتك، خمسة لو سمحت. ما تعرفش بيت الست النبوية بتاعت الزهر؟ الست النبوية بتاعت الزهر؟ اه. هنا هو آخر بيت على الشمال في البدرون. طيب شكرا. يلا يا نادي انزلي قولي لها خليها ما تتأخرش. ها؟ هنا؟ اه. أنا بيتهيألي شفت حضرتك قبل كده. وأنت كمان، شكلك مش غريب عليا. بتقعدي على قهوة بعرة؟ لا أنا ما بقعدش على قهاوي. بتروحي عند الحاج ربيع بتاع الكفتة؟ أنا ساعات بعدي من قدامه. أيوة افتكرتك. كلية الآداب جامعة القاهرة. الله. أنا برضو كلية الآداب جامعة القاهرة. أيوة حتى بالأمارة كنت مشهور بأنك الصمام. سلوى. أيوة أنت اسمك سلوى. ايوه 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 فاكره لما غششك في الامتحان وكنت هروح اوامطه؟ صح فاكر. بس انت تتغيرت قوي. يعني ايه؟ بقت حلوه ولا وحشه؟ وحشه ايه؟ ده انت كنت اجمل بنت في الجامعه. الله. قالوا انا عمال اقول لك شفتك على قهوه بعره وعند ربيع بتاع الكباب، الواحد ذاكرته بقت نيله. انما انت بتشتغلي سواقه على العربيه دي؟